بسم الله، السلام عليكم. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير في احسن الحال. اليوم جبت لكم مشطو شويه مختلفه. هنايا شوفوا واش عندنا. هنا عندي المشطو، غسلتها ومن بعد حطيتها في الكسكس، حطيت لها مغرف صغيره تاع كمون، مغرف صغيره تاع ثوم بودره، شويه ملح، ومن بعد حطيتها تفور وغميتها. بعد ما طابت فرغت عليها شويه ما بارد باش تشد روحها وما تفسدش. دوك هنا شوفوا واش عندنا. عندنا هنايا زوج حبات الطوماطيش غبيتهم، حبات بصل صغيره ثاني غبيتها، وربع سنه تاع الثوم. ما كثرش الثوم لخاطر رانا دايرين الثوم في المشطو. دوك هنايا نجيب هكذا حاجه فرن طيب، طاجين ولا مقله، نحط ربع مغارف الزيت. فوالا نحط ربع مغارف الزيت، المشطو تحب الزيت. دوكا في داك الزيت نحط هذيك الحبات البصل اللي غبيتها، ونحط عليها هذوك ربع سنه تاع الثوم. المشطو تحب الثوم، ونخليها حتى تتقلى. تتقلى لنا هذا البصل مليح. بعد ما تقلى لنا البصل شوفوا تبدل اللون تاعو، نقصوا له النار ونخلوه يتقلى، ونبقى نقلبوا فيه كل شويه. بعد ما تقلى لنا البصل تبدل اللون تاعو. دوكا هنايا نحط الطوماطيش، فوالا نخلو حتى يطيب البصل عليه باش الماكله تاعنا تجينا بنينه. دوكا الطوماطيش حطيت هنا مغرف صغيره تاع طوماطيش مصبره، ومغرف صغيره تاع لي زيبيس. فوالا تاني نقص لها ونغمها ونخليها حتى يطيب. هاي ليكم بعد ما طابت الطوماطيش تاعنا. دوك نحط لها نص مغرف تاع سمن، نص مغرف تاع سمن، ما كثروش شويه برك البنه برك باش المشطو تاعنا تجينا بنينه. دوك نحط هذيك المشطو بعد ما طابت الطوماطيش، خليها حتى تطيب الطوماطيش حتى يطيب لاصوص باش تجينا بنينه. دوك نبداو نقلبوا هنايا في المشطو تاعنا بعد ما حطيناه، ونقلبوا غير بشويه باش ما تكسرناش. هكذا بشويه باش ما تكسرناش. والطم عفوا المشطو شوفوا شحال راهي شاده روحها، لخاطر علاه كي طابت حطيت لها الماء البارد شدت روحها. هكذا باش ما تفسدلناش المشطو تاعنا، ما لازمش تفسد لنا. هكذا نخلطوا غير بشويه. دوك نغموه نخلوه 10 دقائق. بعد 10 دقائق حتى شربت لنا هذيك لاصوص كامل، فوالا باش تولي لنا بنينه. خلوها 10 دقائق حتى 15 دقيقه. دوكا بعد ما جزت عليها 15 دقيقه نحط عليها البطاطا ديك اللي قليناها. البطاطا انا قطعتها هكذا مربعات صغار هكذا، وقليتها مكعبات هكذا باش ما تكسرليش، لاخاطرش لو كان نقطعها طويله تتكسر. ونقص المشطو وخليتها حتى اللي شربت كامل ديك المرقه باش اللي حطيت عليها البطاطا. البطاطا تاعنا هنا راهي مقليه. فوالا هكذا نخلطو غير بشويه هكذا، ودوك نحطو عليها البيض. دوك نحطو عليها البيض. هنا عندي زوج حبات تاع بيض، تقدري تحطي عليها البيض، تقدري تخليها هكذا كبرك راح تجيك تاني بنين. فوالا دوك نحط عليها زوج حبات تاع البيض. حطيت عليهم هنا شويه تاع قزبر، شويه تاع ملح. فوالا راح نسلم شويه تاع ما باش هذاك البيض يمشي لي، ما يبقاليش في بلاصه وحده كي نفرغوا على الماء المشطو. والبيض اختياري، تقدري ديري تقدري ما ديريش. كما تقدري هذه الاكله تحطيها في الكوشه. دوك هنا عندي شويه فرماج اختياريه، راح نحطهم من الفوق هكذا البنه برك. فوالا ونقص للنار ونغمها ونخليها حتى اللي تنشف معايا. شوفوا هنا بعد 15 دقيقه بعد ما نشفت معايا، هاي ليكم شوفوا جات كي شغل طايبه في الفور، كي شغل حطيتيها في كوشه. فوالا بالنسبه اللي تحب تحطها في كوشه حطيها في كوشه. حطي البطاطا قبل في السنيوه، ومن بعد حطي المشطو، ومن بعد حطي البيض. فوالا هكذا كي شغل طيبتيها في الكوشه، هاي ليكم شوفوا كيفاش نشفت معانا وتجي بنينه. اللي كامل ما يحبوش المشطو راحين ياكلوها، تجي بنينه. دوك نحطوها هنايا شوفوا كيفاش تجي ناشفه معانا. شو طيبتيها في الكوشه، فوالا تجي بنينه بزاف. سختو سختو اللي يحبوا المشطو ماشي راحين يشبعوا منها، وراحين يقولوا لك عاودي هنا. فوالا هذه هي الطبق تاعنا تاع المشطو بالفريت، ان شاء الله يعجبكم. معايا حنا الجزائريين نحبوا الفريت في كل حاجه، نحبوا الفريت. هذاك على حطيت لكم المشطو بالفريت هكذا بالنسبه اللي ما يحبوش المشطو مع الفريت رايحين ياكلوا المشطو. فوالا البيض اختياري، تحبي تحطي لها البيض، تحبي ما تحطي لهاش، كيما تحبي تحطيها في الكوشه تاني. ما تنساوش ديروا لايك، ديروا ابوني لاول مره تشوف القناه. فوالا هاي ليكم المشطو تاعنا، شوفوا شحال حكمه روحها، شد روحها مليح المشطو، لخاطر علاه ما خلطناش فيها بزاف ودرنا لها الماء البارد. كي طابت حطينا لها الماء البارد. هاي ليكم هذا هو المشطو تاعنا، ان شاء الله يعجبكم الطبق تاع اليوم. وما تنساوش ديروا لايك، ونقولكم شاهدكم في الجنه. مع السلامه.